اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، ورزقا حلالا نكتفي به. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع. نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع يا رب العالمين. اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا يا رب العالمين. أصلح قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. نعوذ بك اللهم أن نقول زورا، أو نغشى فجورا، أو نقترف على أنفسنا سوءا، أو نجره إلى مسلم. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أدم على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها ورخاءها يا ذا الجلال والإكرام، ورد عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين وعدوان المعتدين، واصرف عنها شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم ربنا لك الحمد، ومنك الفرج، وإليك المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، الذين يصدون عن سبيلك، ويعادون أهل دينك، ويحاربون أولياءك، ويدنسون كتابك العظيم، ويسيئون إلى نبيك الكريم، وينتهكون مقدساتك. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك،
اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، اللهم انصر جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، تقبل شهداءهم، اشف مرضاهم، عاف جرحاهم، ردهم سالمين غانمين. اللهم اسلك بنا سبيل السعادة، واجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واحقن دماءهم، واحقن دماءهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين المضطهدين في دينهم في كل مكان، فرِّج همَّ المهمومين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضانا وسائر مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من كل همٍ فرجًا، ومن كل ضيقٍ مخرجًا، ومن كل بلاءٍ عافيةً، يا ذا الجلال والإكرام، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين. أعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وأحبتنا برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والمقام الأطهر. اللهم اجز عنا نبينا خير ما جزيت نبيا عن قومه، آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الموعود، وسلم تسليما مزيدا.